حتى هاي 7 اكتوبر عملية حماس الإرهابية ضد الشعب الإسرائيلي بأموال عراقية. يا شيخ غيث، أنت في عبارة قلت بها أن الأموال العراقية تستخدم لضرب الشعب الإسرائيلي ووصفت حماس بالإرهابية. أنت هسه اللي مقهور عليه الشعب الإسرائيلي له الأموال العراقية؟ لا طبعا، بالدرجة الأولى المقهور على الأموال العراقية، وبالدرجة الثانية الشعب الإسرائيلي يستحق الحياة، ما يستحق يموت على يد مجرمين. وفق أي منطق إرهابيين هذا التوصيف؟ وفق أي منطق أنه هو يستحق الحياة وهو الذي يقتل الأطفال ويقتل النساء ويفلش المباني على أهلها وهو مغتصب لأرض وضد الإنسانية؟ شلون يستحق الحياة الشعب الإسرائيلي على أساس هذا الشعب المسكين؟ وفق أي منطق؟ أجاوب. الشعب الإسرائيلي مثل كل شعوب الأرض تستحق البشر أن تعيش بسلام واستقرار. أما سياسات الدولة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين فهذه مسألة سياسية ما لها علاقة الشعب الإسرائيلي ولا الشعب الفلسطيني. مثل حربنا ويا إيران، لا الشعب الإيراني مجرم بها ولا الشعب العراقي. مثل احتلال صدام للكويت، لا صد الشعب العراقي مذنب ولا الشعب الكويتي. هذه احنا ضحايا كل شعوب المنطقة لاستهتار أنظمة وغياب العدالة في المنطقة. هذا إذا نريد نحكي عنه معناه نحكي عن العدالة وحقوق الإنسان والمواطنة. أما أن نجي نبرر قتل نساء وأطفال واغتصابهم بهالطريقة الداعشية الإرهابية البشعة، هذا لا ينتمي لا للمقاومة ولا للحقوق ولا للشعب الفلسطيني فيه ناقة ولا جمل. مجموعة إرهابيين مرتزقة. ما أنت الأموال بالدولة التي أنت بها يا شيخ غيث، الغرب الآن الأموال بالغرب هي التي شغلت الماكينة العسكرية الإسرائيلية بضرب الشعب الفلسطيني. ما الأموال الألمان وأموال البريطانيين وأموال الأمريكان ما كسر قلبك دول الأطفال؟ لا تدخل الدهليز ما نطلع منه، مو موضوع. لا هو القصة أوضح لك، إذا القصة تقول المال العراقي استخدمته حماس بضرب إسرائيل. طيب المال الغربي اللي يخصص لقتل الأطفال الأبرياء، شعب صار لهم 20-30 سنة محاصرينه يبكي على لقمة خبز. موعظة لو شنو سؤال هو لو موعظة؟ لا هذا تبصير بالحقيقة. إذا تريد أجاوبك تبصير بالحقيقة. أوكي إذا اسمح لي أجاوبك. بالنسبة للمجتمع الدولي ليلف وليدور، إسرائيل دولة مهمة على صعيد العالم، محمية من أمريكا وبريطانيا وروسيا والصين وأوروبا. يعجبك أهلا وسهلا، ما يعجبك هذيك أمريكا وروح حاربها. لكن انه انت تريد تمنع الغرب اني اللي يوفر لك الحمايه للعراق، ووفر لك الدوله، ووفر لك ديمقراطيه، وداي يبنيك وداي يجهز دولتك اسلحه ويحميك من الارهاب وقاتله وياك داعش، انت تمنعهم لمن يقاتلون داعش باسرائيل؟ لا، هي داعش وين ما تصير هم يقاتلوها. هذه مسألة هم ما يتعاطفون مع الفلسطينيين بطريقتك، هم يتعاطفون بطريقتهم. إسرائيل أهم من الفلسطينيين. كل الإنسانية، حتى أختم هذا المحور يا شيخ غيث، كل الإنسانية وكل الناس تصف إسرائيل بالدولة المارقة وتمارس سياسات أقسى من الإرهاب. أنت لك ما تعتقد، لكن نثبت أمام الرأي العام الذي يقتل الطفل لا علاقة له بالإنسانية ولا له علاقة بالوجود الإنساني. من كان رحت باتجاه صحيح. كان من يكون يقتل النساء والأطفال والأبرياء من أي مذهب وأي دين وأي شعب وأي دولة وأي جماعة إرهابي، سواء كان إسرائيلي أو فلسطيني. طيب